بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. من الأدعية القرآن دعاء النبي إبراهيم عليه السلام عندما بدأ بإعمار مكة من خلال بناء البيت الحرام الذي أراد الله له أن يؤذن للناس بالحج إليه ليأتوه من كل مكان. ليس من الضروري أن يكون الكعبة، أن تكون الكعبة هي البيت الوحيد لله في ذلك الوقت، ولكنه البيت الوحيد الذي أراد الله للناس أن يحجوا إليه، ولذلك يمكن أن نسميه البيت بيت الله العالمي. فنحن نلاحظ مثلا أنه هناك بيت المقدس، ولكن لم نجد أن الله أمر الناس بأن يحجوا إلى بيت المقدس. هو بيت عظمه الله، وهو مصلى أنبيائه وملتقى رسله، ولكن الله لم يطلب من أي نبي من الأنبياء أن يطلب من الناس أن يحجوا إليه. أما هذا البيت الذي عمره إبراهيم عليه السلام فهو البيت الذي أراد الله لإبراهيم أن يؤذن للناس بالحج، وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، إلى آخر الآية. فلذلك كانت الخطة التي رسمها الله لإبراهيم عليه السلام أن يبني هذا البيت وأن يترك بعض أهله هناك ليكونوا العائلة الأولى من خلال هذا البيت النبوي، العائلة الأولى التي تبدأ في تمصير وتمدين هذه البلدة. هنا عندما كان إبراهيم عليه السلام يعيش هذا الجو الروحي في بناء البيت، وقف بين يدي ربه ليطلب من ربه كيف يكون هذا البيت، هذا البلد، يعني ما هي تطلعاته في هذا البلد الجديد الذي كان له الفضل في جعله بلدا آهلا. لقد كانت أول رغبة من رغبات إبراهيم لله أنه قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. كان يفكر أن يكون هذا البلد بلد سلام وبلد أمن لا يتحارب الناس فيه، بل يشعر كل أهله بالسلام فيما بينهم في الداخل، ويشعر كل أهله بالسلام أمام تحديات الخارج، بحيث يكون هذا البلد واحة السلام في الأرض، هذه الأرض التي يعيش الإنسان فيها في صحراء
حقده وعداوته وبغضائه وحربه، أريد أن يكون هناك قطعة من الأرض تكون واحة سلام، ويكون أساس السلام في هذه الأرض هو بيت الله، لأن الناس عندما يأتون إلى بيت الله فليس من الطبيعي أن يعيشوا العداوة والبغضاء والحقد فيما بينهم في الوقت الذي يطوفون فيه ببيت الله ويشعرون أنهم عباد الله وأنهم خلق الله وأنهم يبتهلون إلى الله أن يرعاهم وما إلى ذلك. وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذه الرغبة الإبراهيمية التي ربما كانت إلهاماً من الله لإبراهيم، فجعل مكة جعلها بلداً حراماً، ولذلك لا يجوز القتال فيها، حرم القتال فيها على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، بحيث وامتد هذه المسألة منذ عهد إبراهيم حتى يقال في التاريخ أن الإنسان كان يلتقي بقاتل أبيه في مكة فلا يعرض له بسوء، ولم يرخص الله بالقتال إلا في حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الدين كما ورد في أكثر من آية. وإذ قال إبراهيم ورب اجعل هذا البلد آمنا، ونستطيع أيها الأحبة أن نستوحي من هذه الرغبة الإبراهيمية في أن يكون هذا البلد آمنا، أن مسألة الأمن في كل بلد هي من المشائل التي يحب الله للناس أن يؤسسوها وأن يعملوا على رعايتها وحمايتها، بحيث يتخففون من كل الحقد الذي يؤدي إلى التنازع وإلى التحارب. وربما نستوحي ذلك من أن الله جعل التحية التي يلتقي الناس بها عندما يلتقي شخص مع شخص، جعل التحية هي السلام، لأن هذه الكلمة هي الكلمة التي يريد الله للناس أن يعيشوها، بحيث أنك عندما تلتقي بأي إنسان فإنك تبادره بالسلام، وكأنك تقول له إن علاقتي بك هي علاقة سلام، وعندما ويجب على الآخر أن يرد السلام. فرق الآن أي تحية من التحايا، يقول الفقهاء أنهم لا يجب على الإنسان أن يردها، يعني كلمة، وإن كان بعضهم يتحفظ في هالموضوع، يعني واحد يقول لك صباح الخير أو يقول لك مساء الخير أو مرحبا أو ما أشبه ذلك، الفقهاء لا يلتزمون بأنه يجب عليك أن تردها، وإن كان بعضهم يستحب ذلك وربما بعضهم يستفيد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، كل التحايا. لكن الشيء المتفق عليه بين الفقهاء أن كلمة السلام يجب ردها، بحيث تكون مأثوما إذا لم تردها، حتى لو كنت في صلاتك عم صلي ودخل واحد وقال سلام عليكم، يجب عليك أن ترد السلام،
لها أحكام تردها بكلمة سلام عليكم مثلا، وذلك لأن الله يريد أن يعمق السلام في نفوس الناس في علاقاتهم مع بعضهم البعض، حتى أن الإنسان إذا دخل بيته الله يريد من الإنسان فسلموا على أنفسكم، ما في حدا، سلم على نفسك حتى توحي لنفسك بمعنى السلام. وقد جعل الله تحية أهل الجنة السلام، وتحيتهم فيها سلام، والملائكة عندما يتلقون المؤمنين عندما جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يعني أول ما الملائكة يتلقون المؤمنين يتلقوهم بكلمة السلام. لذلك نستوحي من كل هذا أيها الأحبة أن الله يريد للدنيا أن تكون، للأرض أن تكون أرض سلام، ويريد لنا أن نعيش أخلاق الجنة في الدنيا في هذا المجال. وطبعا هذا المعنى يحتاج إلى الكثير من جهاد النفس، من الوعي، ويحتاج الكثير إلى جهاد النفس. طبعا هذا في العلاقات العامة، والإسلام شرع الحرب لكن شرع الحرب من أجل السلام، باعتبار أنه قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين مثل هذا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا يفتنوكم عن دينكم ويكون الدين كله لله. حتى الحرب هي حرب من أجل أن لا يسيطر على الأرض الناس الذين يعيشون الحقد ضد الإنسان، والذين يعيشون التمرد على الله فيفسدون الأرض ويفسدون البلاد والعباد. من كل هذا نستفيد كيف بدأ إبراهيم عليه السلام في دعائه: ربي اجعل هذا البلد آمنا. أول شيء دعا به هو هذا المعنى. وكأن إبراهيم عليه السلام يستوحي بأنه عندما يعيش الناس حالة الحقد والبغضاء والعداوة والحرب فيما بينهم فإنهم لا يمكن أن يعيشوا حالة الانفتاح على الله والعبادة لله، لأن الحرب تشغلهم عن الله، الحرب الذاتية، حرب العصبيات. وهذا احنا نلاحظ أيها الأحبة، نلاحظ حتى يعني عندما تعيش هذه العصبيات، سواء كانت عصبية الذات أو كانت عصبية العائلة أو كانت عصبية الحزبية أو عصبية الطائفية أو ما أشبه ذلك من العصبيات التي تجعل الإنسان يختنق في خصوصيته وفي ذاته، هذه العصبيات تجعل الإنسان ينسى الله. جربوا أنتم الآن، حتى العصبيات اللي تأخذ عنوان الدين، يعني الآن واحد مثلا عصبيات تأخذ عنوان يتعصب ضدك لأنه يلتزم شخصا في الجانب الديني غير ما، يتعصب ضدك لأنه يتحزب بحزب قد يكون عنوانه إسلامي، وهكذا. عندما يتعصب الإنسان يصير يفكر بالجانب الذاتي لنفسه أو لحزبه أو لطائفته أو لعشيرته أو للشخص الذي ينسى الله. حتى لما يذكر الله هو ما يذكر الله بالعمق، ينسى الله، هو يخيل إليه أنه
يتعصب لله، ولكنه يجعل الله عنوانا من العناوين التي يحاول يبرر فيها عصبية الذات حتى يكون هذا يغطي ما هو. لهذا الله، لأنه لهذا ورد تحدث الله عن الذين كفروا، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أما المؤمنون فقد ألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى تجعلك عندما تتحرك مع أي إنسان تختلف معه أن تحاول أن تفهمه، أن تحاول أن تعرف منطلقاته، أن تحاول أن تجد له العذر فيما هو فيه، أن تحاول أن تفتح قلبك للحوار معه. لهذا ورد في الحديث: من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه، وأن العصبية في النار، لأن العصبية ليست خطا إسلاميا حتى لو كان عنوانها الإسلام. الإسلام في التزام، في إيمان، في التزام، في انفتاح على الناس. ونلاحظ احنا قمة هذه الصورة الإسلامية ما تحدث به علي عليه السلام لواليه على مصر مالك الأشتر رضوان الله عليه، وقد أرسله إلى بلد فيها المسلمون وفيها غير المسلمين. يمكن الفكرة الموجودة عند كثير من هذا أنه إحنا لازم أمام غير المسلمين لا حق لهم في العدل، لا حق لهم في أي خير نعطيهم إياه، مش هيك الفكرة؟ خلاص فلان كافر، ما إلى أي حقوق إنسانية كلية. الفكرة الموجودة عند كثير من الناس هو أن نمنع أي إنسان من حق الإنسانية إذا لم يكن مسلما. نلاحظ أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده يخاطب عامله في النصائح والتوجيهات التي يوجهه إليها، قل فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني إما مسلم مثلك مثله، وإما إنسان، وإما هو نظير لك في الإنسانية. فإذا لم يكن له حق في الإسلام أن تحترمه، فإن له حقا أن تحترم إنسانيته وأن تتعامل من خلال إنسانيته. وهذا هو الذي يفتح قلب الإنسان على الآخر. وهناك نقطة يا أيها الأحبة نعرفها: نحن لن نستطيع أن نهدي الناس بالحقد، ما ممكن أن تهدي الناس بالحقد، لأن الحقد يغلق قلبك عنه، وإذا أغلق القلب عن إنسان أغلق العقل عنه. أنت لما تريد تهدي إنسان تهديه أنت بقلبك وبعقلك وبلسانك، فإذا كان مشاعرك تجاهه هي مشاعر الحقد، فما ممكن بعد، لا يمكن لعقلك أن يخاطب عقله، ولا يمكن لقلبك أن ينفتح على قلبه، وبالتالي لا يمكن للسانك أن يخاطب أذنه وسمعه. ولذلك كانت عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الرسالة أنه كان على خلق عظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك كل شخص شوفوه سواء كانت صفته
صفة دينية أو صفة سياسية أو صفة اجتماعية، إذا رأيتموه فضل لسان غليظ القلب فاعرفوا أنه بعيد عن خط رسول الله. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذلك بأن نقتدي به في أخلاقه. وهذا كله أيها الأحبة مما نستوحيه من دعاء إبراهيم الذي بدأ بالأمن، وعلينا أن نطلب من الله في أي بلد نحل فيه أن يجعل هذا البلد آمناً حتى نستطيع أن نحصل على بركات الأمن في الجانب الثقافي والسياسي والاجتماعي. وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.